السلام عليكم. هنبتدي ان احنا كملناه في المحاضره اللي فاتت مع بعض. هنتكلم على التمبريتشر ميجرمنت. كنا اتكلمنا المره اللي فاتت على طرق قياس الحراره. اتكلمنا اول حاجه على الميكانيكال افكت، واتكلمنا على الطرق اللي فيها واستخدام الخواص الميكانيكيه عشان نعرف التغير اللي بيحصل في درجه الحراره، زي الثيرمال اكسبانشن، زي التغير اللي بيحصل في الفوليوم وهكذا. النهارده هنكمل مع بعض تاني نوع اللي هو الالكتريكال افكت. كنا اتكلمنا عن الثيرمستور المره اللي فات، وقلنا ان هو احد انواع الريزيستنس تمبريتشر ديتكتور اللي بيحصل فيها ان لما بغير درجه الحراره بيقابلني تغير في مقاومه الماده. النهارده ان شاء الله هنكمل، هنخش على الثيرموكابل برضه هنكمله اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت. كنا قلنا الثيرموكابل الفكره بتاعته قايمه على لو انا عندي تو ماتيريال، مادتين مختلفين ولحمتهم في نقطه زي الشكل اللي قدامي ده، وعندي ماتيريال A وماتيريال B ولحمهم في نقطه، لما بسلط النقطة دي لدرجة حرارة بلاقي إن بيحصل عندي فولت بيتكون. عن طريق الفولت المتكون ده بقدر عن طريقه أعرف التغير اللي حصل في درجة الحرارة. وقلنا الجانكشن اللي بتكون عند البروسيس بسميها الهوت جانكشن. أي وصلة تانية اللي موجودة في الروم تمبريتشر أو مش عند البروسيس بتاعتي بسميها الكولد جانكشن. وكنا اتكلمنا، يعني نضيف لكلامنا، انا دلوقتي الثيرموكابل في بعض الاحيان ممكن تكون البروسيس بتاعتي بعيده عن الكنترول روم اللي انا بقدر اعرف قيمه الفولت المتغير اللي بيتغير عندي. فبيبقى في الحاله دي بوصل الثيرموكابل بتاعي باسلاك، خلاص الأسلاك دي يعني بحيث أعمل كومبنسيت، والأسلاك دي بكون محتاج الماتيريال بتاعتها القوة الدفع الكهربية بتاعتها بتكون مشابهة لنفس نوع الثيرموكابل. لكن أنا عايز أقول في قانون عندي اسمه اللو اوف انترميديات ماتيريال. القانون ده بيقول لو أنا عندي ماتيريال، لو انا عندي ماتيريال عندي في الشكل ده 3 ماتيريال، ماتيريال A و B و C، خلاص لو انا عندي ماتيريال بيأثر عليها من الطرفين نفس درجه الحراره، يعني هنا عندي T3 وهنا في عندي T3، ففي الحاله دي اقدر اعمل ريموفنج للماتيريال دي من غير ما تأثر في قيمه القوه الدافعه الكهربائيه. ده معنى قانون اللو اوف انترميديات ميتال. فبالتالي لو انا استخدمت اسلاك لتطويل طرفي الثيرموكابل ما بتاثرش على قيمه القوه الدافعه الكهربيه بتاعتي اللي انا بقيسها اللي هو الفولت اللي انا هقيسه، لان الطرفين بتاع الاسلاك دول موجودين في الروم تمبريتشر اي نفس درجه الحراره، فبالتالي ما بتاثرش على قيمه الفولت المتكون. وكنا اتكلمنا المره اللي فاتت على اللو اوف انترميديات تمبريتشر اللي هو احنا قلنا فيه ان الفولت اللي هيتكون عند الفولتميتر اللي بسميه الفي في ده قيمه القوة الدفع الكهربيه اللي انا بقيسها اللي بقيسها الفولتميتر بتاعي، هتساوي الفولت المتكون عند الهوت جانكشن اللي هو الفولت المتكون عند البروسيس بتاعتي بطرح منه الفولت المتكون عند الكولد جانكشن. تمام. القانون ده طبعا مهم جدا لان انا بطبقه في حل اي مساله من المسائل اللي موجوده عندنا. بعد كده قلنا انواع الثيرموكابل، في عندي الجي تايب والكي تايب والتي تايب والاي تايب. هتلاقي ان كل نوع بيتكون من تو ماتيريال، ماتيريال بتقوم بدور البوزيتيف واير وماتيريال بتقوم بدور النيجاتيف. يعني في الجي تايب كنا قلنا البوزيتيف تايب الاير والنيجاتيف تايب الكونستانتان، ودي عباره عن سبيكه من النيكل والكروم. الكي تايب كان كروميل والوميل وبتشتغل لظروف درجه حراره 1250 وهكذا.
الثيرموكابل من أكثر الأنواع المستخدمة في قياس درجة الحرارة، نظراً لأنها تديني وايد رينج، رينج كبير من درجات الحرارة أقدر أقيسه، استخدامها سهل جداً، يعتبر تكلفتها يعتبر مش غالية، بتديني قياس دقيق لدرجة الحرارة، مناسب للأوساط القاعدية والحامضية، وما فيش مشاكل أن أقدر أقيس درجة الحرارة باستخدام الثيرموكابل. وكنا اتكلمنا على الثيرموبويل. الثيرموبويل هو يعتبر حالة خاصة من الثيرموكابل. لو حضراتكم لاحظتوا معايا هتلاقي ان انا عندي مجموعة من الثيرموكابل متوصلة على التوالي، هلاقي ان عندي في تو زون. الزون الاولى اللي هي دي، ديك الزون اللي بقيس فيها البروسيس بتاعتي، يعني ممكن اكون بقيس درجة حرارة اكتر من بروسيس مختلفة عشان اقارن بينهم، تمام؟ وعندي الزون التانية دي كلها اللي موجودة في المستطيل ده، دي بسميها الكولد زون، أو بسميها الريفرنس جانكشن. فدي بتكون درجة الحرارة بتاعتها درجة حرارة ثابتة، وليكن لو احنا بنقيس في درجة حرارة الغرفة تكون درجة حرارتها وليكن 25 درجة، تمام؟ فهنا عشان أجيب قيمة الفولت المتكون اللي هيقيسه الفولت ميتر بتاعي، قيمة الفولت هنا الـ VV total هتساوي الـ V واحد، الـ VH واحد، الفولت المتكون عند الـ hot joint واحد، يبقى VH واحد، ناقص الفولت المتكون عند الـ cold junction اللي بقول عليه VC، بلس الفولت المتكون VH2 ناقص الـ VC، بلس VHN ناقص الـ VC. مجموعة دول على بعض هيديني قيمة قراية الفولت المتكون عند الفولتميتر بتاعي. طبعاً لو أنا درجات الحرارة عند البروسيس 1 و2 لحد البروسيس N متساوية، يبقى بقدر أقول قراية الفولتميتر دي هتساوي الـ VH، الفولت المتكون هنا، ناقص الـ VC مضروب في N، حيث N اللي هو عدد الثيرموكابل بتاعي. طب الـ N هعدها إزاي؟ عشان دي يعني حتة أوقات بتلغبط الناس. بشوف أنا في عندي كام hot junction، أدي واحد، اتنين، N، يبقى ده N كده. مثلا يبقى عددهم هنا مثلا في الرسمة اللي قدامي تلاتة، يبقى أقول تلاتة في الـ VH ناقص الـ VC، تمام؟ استخدامات الثيرموكابل بستخدمه في صناعة قياس درجات حرارة البلاستيك انجكشن ماشين، في الفود بروسيسنج اكويبمنت، في صناعة أشباه الموصلات والسيراميك، في أفران المعالجة الحرارية وأفران التلبيد اللي هي السنترينج. السنترينج فيرنس اللي بستخدمها في تلبيد الماتيريال بتاعتي، وبيتم استخدامها في الميديكال اكويبمنت والباكينج اكويبمنت. المميزات بتاعتي سهولة الاستخدام، هاي اوبريتنج تمبريتشر رينج، يعني اصل فيه لاعلى من 2000 درجة، الكوست بتاعتي تعتبر منخفضة، وهي point temperature sensing، يعني عبارة عن نقطة بوصلها، يعني بيكون في الآخر موجود الثيرموكابل سن، بيكون سن موجود بلمسه في البروس اللي أنا بقيسها، في الكونتاكت بتاعي عند بيكون عنده نقطة فقط. العيوب بتاعتي السنسيتيفيتي للتمبريتشر تشينج صغيرة. تاني حاجة موضوع الكولد جانكشن كومبنسيشن، يعني لو أنا دلوقتي البروسيس بتاعتي اللي أنا بقيس درجة حرارتها بعيدة عن المكان اللي بعمل بيه كنترول على درجة الحرارة، ففي الحالة دي بحتاج حاجة اسمها الكولد جانكشن كومبنسيشن اللي هي الإكستنشن واير، يعني بجيب أسلاك عشان أطول بيها طرفي السلك بتاع
الثيرموكابل، وحل المشكلة دي إن أنا بجيب أسلاك يعني خواص القوة الدفع الكهربائية بتاعتها مشابهة للثيرموكابل. وبرضو أنا قلت لكم من شوية إن القانون بتاع اللو أوف إنترميديت ماتيريال، إن أنا لو في عندي ماتيريال موجودة في النص بس على الطرفين بيأثر نفس درجة الحرارة، فبالتالي تمام. دي الجداول بتاعة الثيرموكابل. طبعا كل نوع من انواع الثيرموكابل ليه جدول مختلف، هتلاقي ده ان بيمثل الكي تايب، الكي تايب ثيرموكابل. الجدول بتاعي هتلاقي الصف اللي فوق خالص ده اللي هو من 1 لـ10، والكولم اللي هو من 0 لحد 140. طبعا الجدول ليه تكمله، يعني ليه كذا، يعني هتلاقي كذا ورقه. فهلاقي ان الارقام دي بتمثل درجه الحراره، والارقام اللي في النص دي كلها هتمثل الفولت المتكون عند درجه الحراره بتاعتي. هتلاقي ان قيمه الفولت ده بالملي فولت. يعني دلوقتي لو انا عايز اقيس اعرف قيمه الفولت المتكون عند درجه حراره وليكن 30، عند ال 30 ادي درجه حراره 30، في اخد الصف الموازي لرقم 30 وهطلع فوق الاقي هنا درجه الحراره ايه؟ صفر. صفر و30 اللي هي بتساوي 30، يبقى تقاطع ال 30 مع الصفر يديني قوه دفع كهربيه متولده قيمتها 1.203 ملي فولت. طب لو انا عايز عند 45 يبقى ده 40، امشي افقي لحد ما الاقي رقم 5 اللي هو اهو، يبقى دي 5 تقاطع مع 40، يبقى ده قيمة الفولت المتكون عندي عند 45. لو عايز وليكن 95 أو 96، أدي 90، أمشي لحد ما الاقي رقم 6 اللي هو أهو، يبقى 6 زائد 90 96، يبقى قيمة الفولت المتكون 3931 من 1000 ملي فولت. تمام؟ عندي مثال، مسألة اهي بيقول لي في عندي كي تايب ثيرموكابل is used as shown in figure. عندي شكلين، فيجر A وفيجر B. فيجر A هتلاقي ان في عندي مديني الريفرنس جانكشن بتاعتي او الكولد جانكشن عند 30 درجة. فيجر بي الكولد جانكشن عند زيرو، انما فيجر اي وبي هتلاقي البروسيس تمبريتشر بتاعتي ب 100. فهو عايز يحسب قرايه الفولت ميتر بتاعي، عايز يجيب وات از ذا فولت ميتر ريدنج، خلاص سواء في الحاله اي او في الحاله بي. طيب اول حاجه لما تجي لي مساله زي دي هكتب، اجي اقول ادي الحاله ايه، قرايه الفولت ميتر هنا هتبقى عباره الفولت المتكون عند الهوت جانكشن ناقص الفولت المتكون عند الكولد جانكشن. يعني الفي في هنا في الحاله ايه هتساوي في 100 ناقص في 30، الفولت المتكون عند ال 100 درجه ناقص الفولت المتكون عند 30 درجة. طب الفولت المتكون عند 100 اللي هو قيمته 4.96 من 1000، يبقى أقول 4.96 من 1000 ده اللي هو الـ V100 ناقص الـ V30 اللي هو 1.203 من 1000. تمام؟ يبقى ده الفولت المتكون في الحالة A. في الحالة B هتبقى V100 ناقص الـ V0، في 100 اللي هي 4.96 من 1000 ناقص 0 هيديني قيمة الفولت المتكون. اوكي، يبقى كده المسألة دي اتحلت. عندي مسألة تانية هي على السيرمو بويل.
هو عايز يجيب قرايه البوينت ميتر ريدنج ان مايكرو فولت، وكان مديني الريفرنس جانكشن بتاعتي عند 30 درجه، يعني الزون دي كلها الريفرنس جانكشن هنا 30 درجه. يبقى عشان اجيب قرايه الفولت ميتر ده يبقى الفي في توتال هتساوي الفولت المتكون عند 100 درجة ناقص V30 بلس V90 ناقص V30 بلس V80 ناقص ال V30. طبعا هجيب قيمة ال V80 وال V90 وال V100 وال V30 باستخدام الجداول. يبقى أقدر أجيب ال V90 الفي 80 أول حاجة اللي هي 3.267، الفي 90 3.682، الفي 100 اللي هي 4.96 من 1000، والفي 30 اللي هي 1.203 من 1000. هعوض بالأرقام دي، يبقى دي أداء في 100 ناقص الفي 30 بلس في 90 ناقص V30 بلس V80 ناقص ال V30 أقدر أجيب قراية الفولت ميتر. هل في أي مشاكل يا شباب في الجزئية دي؟ بعد إذن حضرتك يا دكتور. تفضل معاك تفضل. هو حضرتك إحنا هنا عندنا ثلاثة هوت جانكشن، بس هو في المفروض في الرسمة في كده أربعة هوت جانكشن كولد. أربعة كولد. بس أنا حسبت ثلاثة بس. لا ما تعدش هنا ما تعد. ده دي أطراف الأسلاك مش أكتر. أنت بتعد الجهة دي عشان بس ما يحصل لكش إيه confusion في الموضوع. خلي بالك يا شباب من أحد الأخطاء اللي بتجي في الامتحان، هو سؤال كويس طبعا، من أحد الأخطاء أنا أوقات باجي أعمل إيه، بدي مثلا باجي هنا بدي أدي طرف اثنين ثلاثة أربع أطراف مثلا، وهو الأربع أطراف دول عند درجة حرارة 100، خلاص؟ وبقول لك المنطقة دي عند درجة حرارة إيه؟ 30. يبقى لما تيجي تجيب قراية الفولت ميتر في الحالة دي هتساوي إيه؟ في 100 ناقص في 30 في العدد بتاعي اللي هو وليكن 4، خلاص؟ بس الغلطة اللي بتحصل الناس بتيجي تعد من هنا، تقول أدي 1 2 3 4، طبعًا هتلاقي هنا 4 وهتلاقي في الجنب هنا كام؟ 3. لو لقيت هنا 4 هتلاقي هنا كام؟ 5. فدايما يعني ايه don't care about، يعني في المنطقه بتاعه الريفرنس جانكشن ده ما تقعدش تعد الجوينت فيها، ما تقعدش تعد الجانكشن اللي فيها، احنا بنعد الجانكشن بتاعه الهوت زون فقط، خلاص. يبقى الان بتاعتي عدد الهوت جانكشن بتاعتي، يعني لو انا مدي الرقم ده 100 100 100 يبقى في 100 ناقص في 30 مضروبه في كام؟ في 3، ما تقولش في 4، 1 2 3 4، لا ما تقولش في 4 دي غلط كده، تعد دايما. يعني انا لو مدي هنا 100 مدي درجات الحراره ثابته، يبقى واحده في واحده منهم ناقص الفي بتاع الكولد مضروبه في عددهم، عد ادي 1 2 3 تمام في 3، ما تقولش في ايه في 4، تمام كده. تمام شكرا يا دكتور. حد عنده اي اسئله تانية على الجزء بتاع السر المقابل عشان هنقلب على الجزء اللي بعده؟ معلش يا دكتور، حضرتك لما بتشاور مش بيظهر لي على الشاشه انت بتشاور فين؟ انا ما يعني ممكن تكون، بس انا المفروض بشاور ما اعرفش، مش عارف، بس هي بتظهر في التسجيل عموما، يعني هي في الباقي الوقت كانت بتظهر هنا، مش 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 ظاهر لي اي حاجه حضرتك بتشاور عليها. احاول احل المشكله دي. شكرا، احاول احلها بعد المحاضره. شكرا. تمام. حد عنده اي حاجه تاني؟ هنخش يا جماعه على الجزء اللي بعده اللي هو الار تي دي، اللي هو الريزيستنس تمبريتشر ديتكتور. الار تي دي برضو من الانواع اللي تعتبر بتستخدم يعني شويه، يعني لها استخدامات اكتر شويه، بس السر مقابل استخدامه
على نطاق أوسع، لأن رينج درجات الحرارة اللي بقدر أقيسها في السور مقابل عالي جدا، إنما الأرت دي تقريبا لحد 850 درجة. الأرت دي نفس إحنا كنا قلنا أول نوع في الإلكتريكال إفكت اللي هو الثيرمستور، وكنا قلنا ده ريزيستنس تمبريتشر ديتكتور اللي هو النوع اللي شرحناه قبل الثيرموكابل. كان لما يحصل تغير في درجة الحرارة بالزيادة في النوع ده كان بيقابله تغير في قيمة المقاومة بالنقصان نيجاتيف ريزيستنس، ألاقي قيمة المقاومة بتاعتي بتقل بالسالب، وكان الماتيريال بتاعتي النوع ده سيمي كوندكتور ماتيريال. النوع بتاع الار تي دي عكسه، هو ريزيستنس تمبريتشر ديتكتور بس النوع بتاعي بوزيتيف، يعني لما درجة الحرارة بتاعتي بتزيد بيقابلها زيادة في قيمة المقاومة. هتلاقي انواع الماتيريال اللي بستخدمها في الار تي دي هي ميتال مش سيمي كوندكتور زي البلاتينيوم والنيكل والكبر. اكتر الانواع المستخدمه او افضلهم كمان البلاتينيوم، لان لو بصيت حضراتكم لو بصيتوا على العلاقه ما بين التغير اللي بيحصل في المقاومه مع التغير في درجه الحراره هلاقي ان البلاتينيوم بيديني علاقه خطيه، تمام؟ فهو افضلهم في الاستخدام لان بيديني علاقه خطيه. المعادله بتاعتي بتاعت التغير اللي بيحصل في قيمه المقاومه في الار تي دي هي معادله بولونوميال ايكويشن، بولونوميال ايكويشن. طبعا لما ابص لو انا في حاله البلاتينيوم هلاقي ان اعلى باور عندي هيكون واحد، فبالتالي الترم ده كله مش هيبقى موجود، فلاقي ان المعادله هتختزل هتبقى بالشكل ده لو انا بتكلم على حاله الايه البلاتينيوم. طبعا الالفا ده يعتبر ماتيريال تمبريتشر كوفيشن، ده بيعتمد على نوع الماتيريال ودرجه البيوريتي بتاعتها. دي هلاقي جدول قدامي بعض قيم الكوفيشن بتاعي اللي هو الالفا بالنسبة لنوع الماتيريال، هلاقي ان عندي قيم مختلفة. ده على سبيل المثال. مميزات الـ RTD الاكيورسي بتاعتي عالية والـ Wide Operating Range up to 850 درجة. عيوبه انه expensive وبيتأثر بالـ Vibration. استخداماته بستخدمه في الاير كونديشنينج وفي خدمات المبردات، وبستخدمه في الافران والفود سيرفيس بروسيسنج وصناعه المنسوجات. كده يبقى احنا خلصنا الجزء الثاني اللي هو الخاص بقياس درجه الحراره عن طريق التأثير الكهربي اللي هو الإلكتريكال إفكت، وهنخش للنوع الأخير اللي هو الراديشن إفكت، ويعتبر دي من أنواع المستخدمة بكثرة جدا. الراديشن زي ما حضراتكم عارفين راديشن هي طريقة انتقال الحرارة، ليها ثلاث طرق زي ما أخدتوا أنتوا في سنة تانية إنتاج، كنت أخدتوا انتقال الحرارة ليه ثلاث طرق اللي هو بالتوصيل أو بالحمل أو بالإشعاع. بالتوصيل أو بالحمل بيتطلبوا وجود ميديا تنتقل فيها درجة الحرارة، إنما بالراديشن ده لا يتطلب وجود أي ميديا زي انتقال الحرارة من الشمس للأرض. في البداية بس هنتكلم على بعض الخواص. لو أنا مثلاً عندي لو انا عندي هيت سورس، الهيت سورس ده نازل على تارجت عندي، اللي بيحصل فالتالي الشعاع النازل ده في جزء منه هيمتص التارجت بتاعي، هيمتص الاشعاع ده
قيمة الامتصاص ده أو الكوفيشن بتاع الامتصاص بسميه إيه، تمام؟ يبقى في كمية من الهيت سورس اللي نازلة على الجسم هيحصل لها امتصاص اسمها إيه، كمية يحصل لها ريفليكشن هتنعكس هسميها R. لو في حد بس مشغل المايك يقفله بعد إذنكم، هيبقى الشعاع النازل هلاقي ان كمية منها هيحصل لها لو سمحت لو حد فاتح الميكروفون يقفله. يبقى الشعاع النازل هلاقي ان كميه منها يحصل لها امتصاص هسميها الايه، كميه هتنعكس. تخيل انت مثلا ماسك اي شعاع وتوجهه على جسم، الجسم ده في جزء من الشعاع ده هيمتص وجزء هينعكس. الجزء اللي بيمتص بسميه ايه، الجزء اللي هينعكس reflected بسميه R، وفي جزء هيمر لو الجسم بتاعي ده شفاف transmitted خلاص، ده معنى T اللي هي معناها transmitted يعني جزء هيخترق الجسم بتاعي. ماشي، الجسم بتاعي بيقعد يمتص الهيت سورس اللي نازل ده خلاص، يقعد يسخن لحد ما يحصل ايه، اتزان حراري ما بين الهيت سورس والجسم بتاعي اللي بيمتص الحرارة. اول ما يحصل الاتزان الحراري ده هيبتدي الجسم بتاعي بقى نفسه التارجت تشع حرارة، ده معنى الاي ده الاميتد راديشن اللي طالعة من الجسم بتاعي نتيجة لدرجة الحرارة الممتصة. تقوم الكاميرا أو البيرومتر أو الراديشن ثرمومتر يلقط الإي اللي طالعة اللي هو الإميتد راديشن اللي طالع، يقوم محولها لدرجة حرارة. يعني بقدر أعرف درجة الحرارة عن طريق إن أنا بعمل سينسينج للإميتد راديشن اللي طالع عندي. أقولهم سريعا تاني، لو أنا عندي هيت سورس تمام، منزل هيت سورس اسمه I على جسم تمام، الهيت سورس ده جزء منه هيحصل له امتصاص، جزء منه هيحصل له ريفليكشن انعكاس، جزء منه هيحصل له ترانسميشن هيعدي من الجسم بتاعي تمام، لحد ما يحصل اتزان حراري ما بين الجسم بتاعي والهيت سورس، ما بين التارجت والهيت سورس، يبتدي الجسم بتاعي يشع حرارة اسمها E اللي هي الاميتد راديشن. السنسور بيعمل ديتكشن للاميتد راديشن ويحولها لدرجة حرارة مكافئة. طبعا حضراتكم لو بصيتوا هتلاقي ان R زائد T اللي هو قيمة الريفليكتد راديشن بلس الترانسميتد راديشن بلس الابسوربت راديشن اللي هو الار زائد التي زائد الاي لأي جسم بتساوي واحد. طب لو أنا بتكلم على جسم ترانسبيرنت بودي، لو أنا عندي جسم ترانسبيرنت أولا مش هيبقى فيه ريفليكتد، هتكون الار هتبقى قيمتها بزيرو والاي هتبقى قيمته بزيرو، لأن الأجسام الشفافة هيحصل ترانسميشن لكل الراديشن اللي نازل عليها، ففي الحالة دي هتبقى التي هتساوي واحد، يبقى ده في حالة الترانسبيرنت بودي. لو أنا بتكلم على أوباك بودي، جسم معتم مش شفاف، هيبقى لو أنا مثلا منزل الضوء بتاعي على حاجة زي مثلا خشبة مثلا، طبعا مفيش ضوء هيعدي منها. لو أنا بتكلم على جسم معتم يبقى التي بتاعتي هتبقى بزيرو، لكن هيحصل ريفليكشن وهيحصل ابسوربشن. مجموع
قيمة الرفليكشن والابسوربشن هتساوي واحد. طب لو انا بتكلم على جسم معتم بس اسود بيرفكت بلاك بودي، زي ما حضراتكم عارفين ان الاجسام السوداء ما بيحصلش فيها رفليكشن، بتمتص كل الراديشن اللي نازل عليها، فبالتالي قيمة الار هتساوي قيمة التي هتساوي زيرو، انما قيمة الابسوربشن بتاعها تكون بتساوي واحد. فانتوا لو خدتوا بالكم من يعني مبدئيا كده، لو خدت بالي لو انا مثلا بقيس درجة حرارة جسم لونه اسود وجسم مثلا لونه جراي والاثنين نفس الهيت سورس نفس درجة الحرارة اللي نازلة عليهم، اي جسم هيدي لي emitted بار اعلى emitted radiation اعلى؟ طبعا الجسم الاسود. ليه؟ لان الجسم الجراي هيبقى فيه جزء reflection جزء اتعكس وجزء حصل له امتصاص، انما الجسم الاسود مفيش ار اصلا، كل اللي نازل حصل له امتصاص، فبالتالي درجة حرارته هتبقى اعلى من التاني برغم ان نفس الهيت سورس، فبالتالي الاميتد راديشن بتاعي هيبقى ايه؟ اعلى في حالة البلاك بودي. فدي احد مشاكل الطريقة دي، خلاص؟ واقول لكم حلها هيبقى ازاي بعد شوية. Principle of radiation thermometer طبقا لكيرشوف لو، اي جسم في الدنيا اي جسم موجود بيبتدي يمتص radiation، الراديشن دي بتؤدي لزيادة درجة حرارته، بيحصل ان الجسم ده بعد كده بينبعث منه emitted radiation، بينبعث منه اللي هو الاي عن طريقه اقدر اعرف قيمه درجه الحراره. اي جسم في الدنيا بيشع درجه حراره، درجه الحراره دي عن طريق الراديشن بايرومتر اقدر احددها. طبعا لو انتوا حضراتكم زي نفس مقاييس زي الجهاز اللي بيستخدموه في درجه الحراره قياس درجه حراره الانسان في موضوع الكورونا فيروس الكوفيد 19، هتلاقي نفس الكاميرا اللي بيسلطوها على دماغ اي حد هي ديك، نفس الفكره دي راديشن ثرمومتر. تمام. الكاميرا نفسها بيبقى في عندي اد البروسيس بتاعتي الحراره، في عندي اوبجكتيف لينسز بتجمع الاميتد راديشن اللي طالع من البروسيس بتاعتي. الاميتد راديشن دي بيحصل لها انعكاس على سبليتر بيم وتيجي الديتكتور، الديتكتور ده بيقدر يعمل ديتكت لدرجه الحراره بتاعتي، وبلاقي ان الكاميرا هيبان عليها في الشاشه كده من ورا قيمه درجه الحراره المقاسه. طبعا بيكون في منطقه اللي هو الاي بيس، ده المكان اللي انا بظبط منه، او هي عامله زي نفس شبه الكاميرا كاميرا التصوير نفس الفكره بتاعتها، بيبقى في اي بيس عن طريقه ان انا بظبط السبوت لينسز بتاع الكاميرا على البروسيس بتاعتي. وموضوع تظبيط السبوت لينسز بتاع الكاميرا، موضوع تظبيطها على التارجت اللي انا بقيسه مهم جدا، لان لو انا مش ظابط السبوت لينسز بشكل مظبوط هقيس درجة حرارة غلط. وعملية التظبيط دي بتتم كالتالي زي الشكل اللي قدامي ده، يعني مثلا ادي دي الكاميرا وده شكل الجسم بتاعي اللي انا بقيس درجة حرارته. لو انا عملت السبوت لينس بتاعي اكبر من الاوبجكت بيديني قياس درجة حرارة خاطئ، انما الصح ان يكون قد الاوبجكت لا اقل، افضل ما يكون انه يكون قد الاوبجكت، اسوأ ما يكون انه يكون اكبر من الاوبجكت هيديني قياس درجة حرارة خطأ. فعن طريق الاوبتيكال ريزوليوشن اللي موجود بتاع الراديشن ثرمومتر
بظبطه عن طريق الديستانس، المسافة ما بين الكاميرا والتارجت اللي بقيسه، والسبوت الدايمتر بتاع السبوت سايز للكاميرا اللي هيكون موجود على الأوبجكت بتاعي، عشان أقدر أعمل قياسات دقيقة. زي ما قلت من شوية، السبوت سايز ده لإما يبقى أقل لإما يساوي. لكن أنا بقول لحضراتكم، لما تيجي تستخدم الكاميرا ده عمليا، يفضل إن أنت السبوت سايز بتاعك كل مرة يكون نفس القيمة. يعني لو أنت بتنتج منتج، بتظبط السبوت سايز بتاعك بحيث يبقى ليه حجم معين، فكل مرة تستخدم نفس الدايمتر اللي أنت مستخدمه في السبوت سايز، عشان تقدر تعيد إنتاج نفس المنتج. لو أنت بتنتج مثلا منتج عند 1400 درجة، فأنت بتظبط السبوت سايز أول مرة، أول ما تقيس 1400 وانتجت المنتج، عايز تعيد إنتاجه، استخدم نفس السبوت سايز اللي أنت مستخدمه، لأنك لو غيرته والكاميرا قاست حتى 1400 هتلاقي فيه بعض الايرور في القياس، بتفرق من 10 ل 20 درجة. تمام. الاحتياطات الهامة جدا اللي أنا لازم أتبعها عند قياس درجة الحرارة باستخدام البيرومتر أو الراديشن ثرمومتر، أول حاجة لو أنا في عندي داست، لو في أتربة وفي أدخنة، ده بتخلي بتأثر على دقة القياس بتاعي. تاني حاجة، الأوبتيك لينس بتاعتي بتاعت الكاميرا لازم أحميها من الأتربة ومن الأبخرة اللي بيحصل لها تكثف على العدسة بتاعت الكاميرا، لأن ده هيأثر على دقة القياس. الحاجة الثالثة، لازم أهم حاجة بجد من الحاجات المهمة جدا، موضوع تظبيط السبوت سايز بتاع الكاميرا على التارجت بتاعي. ده من أخطر الأمور، لأنك أنت لو مش مظبط السبوت لينس كويس، هتقيس درجات حرارة غلط، مش نفس درجة الحرارة الحقيقية. فزي ما قلت لحضراتكم، لازم السبوت سايز تبقى أقل أو تساوي الأوبتيك. يا شباب لو سمحتوا، حد فتح الميكروفون وعامل إزعاج فعلا. الديزاين بيتشر بتاع الراديشن ثرمومتر ده، هلاقي أنا لسه قايل من شوية، هيكون في عندي أوبجكت أنا بقيس درجة حرارته. لو حضراتكم بصيتوا لشكل الهوت أوبجكت، ليه لون، اللون ده بقى اللي هو الإميتد راديشن. يعني لو الجسم درجة حرارته في حدود 500، هتلاقي لون برتقاني خفيف. كل ما درجة حرارة هتزيد، هيبقى عامل زي اللمبة كده، هتلاقي الجسم الاستضاءة بتاعته هتزيد أكتر، هتلاقي اللون البرتقاني ده زاد أكتر، فبيدي إضاءة أعلى. فبالتالي الكاميرا بتلقط الإميتد راديشن ده، اللي هي الإضاءة اللي طالعة، وتحولها لدرجة حرارة. فهتلاقي أدي هوت أوبجكت، هوت أوبجكت بيطلع منه إميتد راديشن، بيتجمع عن طريق اللينسز وبيروح لديتكتور. عن طريق الديتكتور ده بقدر أحدد درجة الحرارة بتاعتي. طبعا بيكون في عند التارجت أنا بقيس درجة حرارته، وفي كاميرا اللي هو بتعمل ديتكت درجة الحرارة، ما بينهم بيبقى في أتموسفير اللي هي في مسافة. طبعا لازم الأتموسفير ده يكون خالي من الداست، يكون خالي الجو، ما يكونش فيه الليكويدز أو شحوم أو أي حاجة تأثر على القياس. الكاميرا بتاخد درجة الحرارة الإميتد راديشن، وبتحوله لقيمة درجة الحرارة المكافئة، والرقم بتاع درجة الحرارة بيبان لي على ديسبلاي أو انترفيس، بقدر عن طريقه أعرف قيمة درجة الحرارة. ده اللي هي ديزاين الفيتشر بتاع الراديشن ثرمومتر. في عندي تارجت، في عندي اوبتيكال سيستم اللي هو بيعمل كولكت وبيعمل توجيه للراديشن بتاعي، في عندي ديتكتور، الديتكتور ده بيعمل ديتكتنج للراديشن باور، وفي عندي سيجنال بروسيسنج اند ديسبلاي، اللي هي نفس الحاجات اللي هي الاربع حاجات اللي احنا لسه متكلمين عنهم دول.
هنرجع نتكلم عن هنعيد نفس الكلام اللي لسه قايلينه من شويه، اللي هو انا كنت بقول لحضراتكم اللون بتاع التارجت اللي انا بقيسه هيأثر معايا في قيمه درجه الحراره. زي ما قلت لحضراتكم، لو الجسم بتاعي اسود غير لما يكون جسم اي لون تاني، لان الجسم الاسود بيمتص كل الشعاع اللي ايه اللي نازل عليه، فبالتالي درجة حرارته هتكون أعلى من أي لون تاني عند نفس درجة الحرارة، عند نفس الهيت سورس، لأن أي لون غير الأسود في جزء من الحرارة أو الراديشن اللي نازل عليها بيحصل له ريفليكشن، فبالتالي درجة حرارته هتبقى أقل. يبقى إذن معنى كده إن الطريقة دي بتتأثر بقيمة الإمسيفيتي دي يا شباب، الإمسيفيتي دي اللي هي أي جسم، هي خاصية من خواص الماتيريال، تمام؟ بتكون القيمة بتاعتها من صفر لواحد، من صفر لواحد. طبعا اللي قيمته بواحد اللي هو البرفكت بلاك بودي، البرفكت بلاك بودي قيمة الإميسيفيتي بتاعته واحد، اللي يعني 100%. والأجسام عندي زي الخشب أو البلاستيك أو الروك أو الكونكريت، هلاقي إن قيمة الإميسيفيتي بتاعتها بتكون تقريبا من 8 من 10 لـ95%، لأنها تمتص معظم اللي نازل عليها. لو أنت جايب مثلاً ستانلي ستيل شيت وعامل له بولشينج، هتلاقي قيمة الريفليكشن فيه عالية والأبسوربشن فيه بالتالي هيبقى أقل، فهتلاقي إن الإمسيفيتي بتاعته رقمها قليل. عشان أحل الموضوع ده، أنا دلوقتي المشكلة هعيد تاني. لو أنا عندي جسم رئيس درجة حرارته جسمين، جسم اسود وجسم وليكن لونه جراي، ومسلط عليهم هيت سورس عند درجة حرارة 1000، انا عارف القيمة وانا جاي بالكاميرا اقيس درجة حرارة الجسمين، الاقي ان درجة حرارة الجسم الاسود اعلى، نتيجة لان الامسيفيتي بتاع البلاك بودي اعلى. خلاص، حل الموضوع ده ان انا الكاميرا نفسها في السيتنج بتاعها بكون مظبط قيمه الامسيفيتي، يعني بحط في السيتنج بتاع الكاميرا بقول والله انا بقيس درجه حراره جسم الامسيفيتي بتاعته بكذا. خلاص، لو انا مثلا بستخدم ضاي اسطمبه الامسيفيتي بتاعتها وحاطط جوه الاسطمبه دي باودر وبعمل للباودر دي بروسيسنج وعايز اقيس درجه حرارتها، فلازم احدد في الكاميرا قيمه الامسيفيتي بتاع الماتيريال بتاع الضاي دي بكام. خلاص، ده عشان اعمل كومبنسيت لموضوع الامسيفيتي ده. ده بعض الفاليو للامسيفيتي لديفرنت ماتيريال، هلاقي ان الامسيفيتي بتاع البلاك بودي اعلى ما يمكن اللي هي بواحد. الامسيفيتي يا جماعه اللي هي عباره عن الاميشن باور بتاع اني بودي، الاي كابيتال ديك اللي هي معناها الاميشن باور فور اني بودي، الوحده بتاعتها بتكون وات على المتر سكوير. وات على المتر سكوير دي ليها نفس، هي وحدة قياس الفلاكس بتاع الطاقة الشمسية. يعني الجماعة اللي بيشتغلوا في الطاقة الشمسية بيقيسوا الفلاكس اللي نازل على الماتيريال اللي انا بمتص بها الحرارة عن طريق وات على المتر سكوير اللي هي الاميشن باور. هيبقى الامسيفيتي عبارة عن الاميشن باور بتاع اي جسم مع الاميشن باور بتاع البلاك بودي، الاي بي ده اللي هو الاميشن باور بتاع البلاك بودي. طبعا لو يبقى بالتالي الامسيفيتي بتاع البلاك بودي بكام، هتبقى عبارة عن اي بي على اي بي اللي هي بايه، بواحد.
تحت الاتزان الحراري لما الجسم بتاعي انا بسلط هيت سورس على الجسم بتاعي، الجسم بيمتص الراديشن اللي نازل ده، ولما يصل لحاله الاتزان الحراري بيبتدي يشع الاي اللي هو الاميشن باور اللي الكاميرا بتقيسها، فلاقي ان في حاله البلاك بودي بيشع اي بي، يعني الاشعاع بتاعي هيكون اعلى من اي جسم تاني لونه مش اسود، لان هيكون قيمه الاشعاع بتاع الاجسام التانية اللي هو قيمته اي، والاي نفسها عباره عن ايه؟ جزء من الاي بي، كسر من الاي بي. لما تضرب الاي بي في الاميسيفيتي اللي هي قيمتها من صفر لواحد، فبالتالي هتلاقي الاشعاع اللي طالع من الاي اقل من الاي بي. لما بوصل للاتزان الار بي ده اللي هو الراديشن باور اللي جايه لي من السورس، الراديشن باور اللي جايه من الهيت سورس، هتساوي الاي بي مضروبه في الاي، حيث الاي اللي هي السيرفيس اريا بتاعتي. ده في حاله البلاك بودي. طب في حاله اي جسم تاني، يعني مثلا لو ده مش بلاك بودي، يبقى الراديشن باور هتساوي الاي في الاي. طب لو انا ما وصلتش، لو انا ما كنتش وصلت للاتزان الحراري، يعني قبل ما اوصل للاتزان الحراري، الراديشن باور ناقص الاي بي في اي بتساوي الدلتا تي في الكي، حيث الدلتا تي مقدار التغير في درجه الحراره اللي بتحصل للجسم بتاعي، مضروبه في الكي اللي هو السبيسيفيك هيت كاباسيتي اللي هي تعتبر خاصيه من خواص الماده. يبقى في الحاله دي لو الراديشن باور بيساوي الاي بي في الاي، يبقى الجسم بتاعي مش هيحصل له تغير في درجه الحراره. لو الراديشن باور بتاعي اعلى، بالتالي الجسم درجه حرارته هتزيد. طب لو اقل، الجسم بتاعي درجه حرارته هتقل. هنا لما بتكلم على يعني نفس الكلام اللي احنا قلناه من شويه، بس على جسم مواش بلاك، فبالتالي الار بي هتساوي، اشيل قيمه ال، سوري يا جماعه انا من شويه انا قلت من شويه الار بي، لو انا في حاله اي جسم غير البلاك بودي اشيل قيمه الاي بي ده اهي، واحط مكانها اللي هو الاي على الابسلون، لان الاي على الابسلون اللي هي بتساوي ايه؟ الاي بي اللي هي دي، تمام. يبقى الراديشن باور في اي جسم غير البلاك باور هتساوي الاميشن باور بتاع الجسم ده مقسوم على الاميسيفيتي بتاعته. في حته مهمه جدا بتقول لي why we are interested in measuring the emissivity، يعني ليه في طريقه القياس دي احنا مهتمين بقيمه الاميسيفيتي بتاع الجسم اللي انا بقيسه؟ لان انا زي ما قلت لحضراتكم من شويه ان نتيجه لقيمه الاميسيفيتي بتاعتي بعرف قيمه درجه الحراره بتاعتي، لان الاميشن بتاعي في حاله النورمال بودي هيكون اقل من الاميشن بتاعي بتاع البلاك بودي عند نفس درجه الحراره. ده نتيجه لقيمه الاميسيفيتي طبقا للمعادلات دي. لو بصيت هنا للبلاك بودي، الاي بي هتساوي سيجما مضروبه تي اس 4، حيث السيجما ده اللي هو ثابت بولتزمان كونستانت، فبالتالي درجه الحراره هنا هتساوي الاي بي على سيجما الكل اس ربع. هنا درجه الحراره بتاعتي اشيل الاي بي واحط مكانها الاي على الابسلون، فبالتالي الاقي عند نفس درجه الحراره في الحالتين الاقي قيمه التمبريتشر اللي الكاميرا هتقيسها في حاله البلاك بودي هتبقى اعلى من قيمه التمبريتشر في حاله النورمال بودي. ده نتيجه لايه؟ ده نتيجه لاختلاف الاميسيفيتي. الاميسيفيتي هنا في حاله النورمال بودي بتكون اقل من الواحد، انما الاميسيفيتي هنا في حاله البلاك بودي هتكون قيمتها بواحد، فبتاثر على قياس درجه الحراره بتاعي. حل الموضوع ده ان انا بعمل حاجه اسمها ان اعمل كومبنسيشن للماتيريال، كومبنسيت للاميسيفيتي بتاعتي اللي عن طريق ضبط الديفولت اميسيفيتي اللي موجوده في الديفولت بتاع الكاميرا بتاعتي نفسها. يبقى ازاي اعمل ادجاست فور
different emission انا عندي ال E اللي هي بتاع اي جسم هتساوي الابسلون ديفولت الاميسيفيتي بتاعتي. يا جماعه ده القانون اللي احنا كاتبينه، ده القانون اهو. انا اخدت القانون ده يعتبر هو الجنرال، القانون ده يعتبر جنرال. ليه؟ لان انا لو بتكلم على بلاك بودي هتبقى قيمه الابسلون بتاعتي بواحد، يبقى القانون ده اللي هو الاي هتساوي الابسلون سيجما تي اس 4 بستخدمه في اي حاله سواء بلاك بودي او نورمال بودي، بس في حاله البلاك بودي بحط الابسلون قيمتها بايه؟ بواحد. فاخد القانون ده اللي هو اهو بقى موجود معايا. فازاي بقى الكاميرا بتقيس درجه الحراره؟ عن طريق القانون ده. بتاع ده الاي ده الاشعاع او الاشعاع اللي الكاميرا هتلقطه، خلاص، بيساوي الابسلون اللي هو الاميسيفيتي بتاعه الجسم بتاعي اللي هو بيشع بتاع التارجت نفسه، مضروب في ثابت بولتزمان مضروب في تي اس 4، حيث تي اس 4 ده اللي هو الانديكيتد تمبريتشر، القيمه اللي انا هقيسها، خلاص. الاي الكاميرا هتلقطها، الديتكتور اللي موجود في الراديشن ثرمومتر بيعمل سنس للقيمه دي، والابسلون دي موجوده انا مظبطها في السيتنج بتاعه الكاميرا نفسها، يعني قايل للكاميرا الماتيريال اللي انا بقيس درجه حرارتها الاميسيفيتي بتاعتها بكذا. السيجما ده اللي هو ثابت بولتزمان، فبالتالي هتلاقي عندك مجهول في المعادله حاجه واحده بس اللي هي ايه؟ التمبريتشر. فبقدر عن طريقها اعرف قيمه درجه الحراره. يبقى ديك هي المعادله المستخدمه في قياس درجه الحراره عن طريق الراديشن ميثود. الكاميرا بتلقط بتعمل سنسنج لقيمه الاميشن باور اللي نازله عليها، والكاميرا بكون حاطط في السيتنج بتاعتها قيمه الابسلون اللي هي الاميسيفيتي، وده ثابت بولتزمان معروف القيمه بتاعته، فبقدر عن طريق المعادله دي اعرف قيمه الانديكيتد تمبريتشر اللي بتقيسها الكاميرا بتاعتي. طب دلوقتي لو انا هغير الجسم اللي انا هقيس درجه حرارته، وانا بكون حاطط في السيتنج بتاعتي بتاع الكاميرا قيمه الابسلون بتاعتي، طب لو انا هقيس حاجه الابسلون بتاعتها مختلفه عن الابسلون ديفولت بتاعت الكاميرا، هعمل ايه؟ هحتاج اعمل تمبريتشر كومبنسيشن في الحاله دي. يعني لو انا الابسلون ديفولت بتاع الكاميرا لا يساوي الابسلون اكشوال بتاع الجسم اللي بقيسه، ببتدي اعوض. القانون ده يا جماعه هو نفس القانون اللي فات اهو، هنا بس جبت التي انديكيتد وجبت الاثنين دول الجنب الثاني، يبقى هتساوي التي انديكيتد هتساوي التي انديكيتد اس 4 هتساوي الاميشن باور على الابسلون ديفولت مضروب في السيجما. طب انا هنا بس اللي عملته ضربت المعادله في الابسلون ديفولت على الابسلون اكشوال، في الابسلون اكشوال على الابسلون ديفولت، ضربت المعادله في الجزئيه دي. القوس ده لما يخش مع القوس الاولاني هلاقي الابسلون ديفولت طارت مع الابسلون ديفولت، والاقي الابسلون اكشوال جت مكانها هنا، يبقى التي انديكيتد اس 4 هتساوي الاي على الابسلون اكشوال سيجما مضروبه في القوس ده. القوس ده اللي هو الاولاني اللي هو الابسلون اللي هو الاي على الابسلون اكشوال مضروبه في السيجما، ده اللي هو بيمثل التي اكشوال. مع التي انديكيتد هتساوي الاي على الابسلون ديفولت سيجما الكل اس ربع، يبقى التي اكشوال لو شلت الابسلون ديفولت وحطيت مكانها الابسلون اكشوال اصبحت دي درجه الحراره الحقيقيه، يبقى التي اكشوال هتساوي الاي على الابسلون اكشوال سيجما الكل اس ربع، انما التي انديكيتد هتساوي الاي الابسلون ديفولت سيجما الكل اس ربع.
يبقى بالتالي اشيل القوس ده واحط مكانه التي اكشوال، يبقى هوصل للمعادله بتاعتي اللي هي موجوده في الاخر خالص دي، التي اكشوال هتساوي التي انديكيتد مضروبه في الابسلون ديفولت على الابسلون اكشوال الكل اس ربع. هي دي المعادله اللي بستخدمها في ان انا اعمل كومبنسيت لدرجه الحراره. يعني انا لو جيت في الامتحان قلت لك مثلا انا عندي كاميرا راديشن ثرمومتر بستخدمه في قياس درجة حرارة خاصة بعملية سنترينج مثلا، تمام، وقلت لكم ان الكاميرا دي الديفولت قيمة الاميسيفيتي الديفولت بتاعتها وليكن ب 95%، وقلت لك ان الانديكيتد تمبريتشر درجة الحرارة اللي هتقيسها الكاميرا ب 1000، تبقى ديك معناها ايه؟ الانديكيتد تمبريتشر. ورحت اقول لك ان الماتيريال بتاعتي الاميسيفيتي بتاعتها ب 85%، احسب لي درجه الحراره الحقيقيه اللي هي الاكشوال تمبريتشر. يبقى حضرتك هتروح معوض في المعادله دي، تقول التي اكشوال هتساوي التي انديكيتد اللي هي درجه حراره الكاميرا اللي بتقيسها الكاميرا اللي هي باينه على الشاشه بتاع الكاميرا، خلاص، تضربها في الديفولت اميسيفيتي اللي هي بتاعت الكاميرا نفسها. ما انا هقول لك الاميسيفيتي بتاعت الكاميرا، يبقى ده اللي هي الديفولت، على الاميسيفيتي بتاع الماتيريال. الاميسيفيتي بتاع الماتيريال دي اللي هي الاكشوال اميسيفيتي. الكلام ده الكل اس ربع هتقدر تجيب منه التي اكشوال، تمام كده. استخدامات الراديشن ثرمومتر بستخدمه في صناعات كتيره جدا زي الميتال والجلاس والسيمنت والسيراميك والسيمي كوندكتور والبلاستيك والبيبر والتكستايل والكوتينج. بستخدمها في عمليه الاوتوميشن لان اقدر اعمل بيها فيدباك واعمل كنترول على البروسيس بتاعتي. مميزاتها، اهم ميزه فيها ان هي نو كونتاكت ويز ذا بروسيس، فبالتالي لو انا في بقيس درجة حرارة للبروسيس في مخاطر او اي حاجة، او انا مش قادر اوصل اصلا للحاجة عشان اقيس درجة حرارتها، بيبقى الراديشن ثرمومتر او البيرومتر هو من افضل الانواع في الحالة دي في قياس درجة الحرارة. الريسبونس تايم بتاعي عالي جدا لان درجة الحرارة على طول بلاقيها موجودة على الشاشة، مش هيحصل اي كروجن او اوكسيديشن للكاميرا لانها مش ملامسه للبروسيس، بعكس الثيرموكابل. الثيرموكابل بيحصل له اكسده وتاكل نتيجه تلامسه مع البروسيس عند درجات الحراره العاليه. بتقيس لي درجات حراره عاليه، بس هي عيبها يعني يعني رينج درجات الحراره بتاعتها يعني قد يكون يعني ما يعدي 2000 درجة عادي جدا يعني. وعلى فكرة في صناعات كثيرة زي ما قلت لكم حتى وإحنا في المحاضرة مع بعض بيستخدموا الثيرموكابل والراديشن ثرمومتر مع بعض، يعني بيستخدم طريقتين قياس مع بعض عشان يتأكد من درجة الحرارة بتاعتي إنها مظبوطة. العيوب بتاعتي الهاي انيشال كوست، موضوع الاميسيفيتي فاريشن افكت اللي اتكلمتوا عنه من شويه وقلنا ازاي نعمل له كومبنسيشن، يعني الاميسيفيتي بتاع التارجت اللي بقيس درجه حرارته بتاثر على قيمه قياس درجه الحراره بتاعتي اللي هي الانديكيتد تمبريتشر. من العيوب برضو ده بيحتاج واحد عنده سكيلز عاليه جدا في انه يظبط السبوت سايز بتاعي بتاع الكاميرا على التارجت، لان لو انا كل مره بغير في السبوت سايز بتاعي الاقي نفسي بحصل على درجه حراره مختلفه، فيفضل ان انا استخدم حجم السبوت سايز مناسب واثبته يبقى هو كل مره نفس السبوت سايز. الاكيورسي بتاع القياس بتتاثر بالداست والسموك اللي موجود عندي في المكان اللي انا بقيس فيه درجه الحراره. وبكده شباب يبقى خلصنا الجزء اللي هو بتاع التمبريتشر ميجرمنت، وان شاء الله المره الجايه نخش على السترين جيج.